رحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وسعادة يا رب. أنتوا حبايبكم النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض إيه؟ أول حاجة في تفريزات رمضان إن شاء الله، أول حاجة إن شاء الله نجيب كرومبتين كبار وحلوين قوي إن شاء الله. يا رب يجعلوا رمضان سعيد علينا وعليكم وعلى كل من كتب وقال آمين يا رب. ربنا يبارك فيكم وفي حبايبكم كده. رمضان بيحب اللمة، فأحلى حاجة نعمل إيه؟ طبق محشي كبير كده إن شاء الله في لمة رمضان، جنب بقى انتوا عارفين خير رمضان ما شاء الله. ربنا يجعلها يا رب رمضان كده سعيد علينا وعليكم وأحلى لحبايبكم وعلى حبايبنا يا رب. والخير بتاع رمضان سبحان الله بيبقى خيره كتير إن شاء الله بإذن الله، بس يا رب يرخص الحاجة شويتين ثلاثة كده يا رب، ويجعله ايه رمضان سعيد علينا وعليكم يا رب. الكرنبتين دول يا حبايبي هقطعهم، هاخد الورق ده هقطعه، هعمل فيه ايه؟ هقطع الورق ده واخده ايه اسلقه في مية على النار، مية بكمون، وبعد كده هقول لكم ان شاء الله هنعمل فيه ايه. وهنا برضو خضرة، جايبة الخضرة اهي ان شاء الله، شوفوا ان شاء الله هي ناقصها الشبت بس. هنا دي بقدونس على كزبرة، وطبعا المحشي يعني لازم يجيب شبت، فان شاء الله ايه هنعملها مع بعض واوريكم باذن الله هنفرزها ازاي. ويا رب يجعلوا رمضان سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها، وتكون بخير وبصحة وسلامة يا رب، وينصر إخواننا الفلسطينيين، ينصرهم نصر كده يكون قريب يا رب، قريب كده ينصرهم يا رب، ويرزقنا ورزقهم السعادة والهنا وراحة البال، اللهم آمين. فما طولش عليكم، انا هقطعه بعد كده هوريه لكم ان شاء الله واحنا بنحطه في الميه السخنه. حبايبي اهو انا حطيتهم في حله سخنه على النار، في حله فيها ميه سخنه وشويه كمون، وبعد كده ايه انا قطعتهم وحطيتهم اهو. بعد كده هقلبهم من تحت لفوق اهو، شوفوا تحت الدخان ميه اهي، الدخان اهي، فهقلبهم وخلي اللي تحت في اول وفوق تحت، بعد كده اطلعهم ايه في ميه سقعانه، انا محضره حله جنبها اهي فيها ميه سقعانه، وبعد كده ايه هاخدهم وايه واقطعهم، بعد كده ان شاء الله نعبيهم. ويا رب عندنا وعندكم الخير، وربنا يجعله رمضان سعيد علينا وعليكم وعلى كل من قال امين. وربنا يا رب يحرر فلسطين كده وجعلها منصورة بحق جاه النبي يا رب. وان شاء الله ايه بعد ما اقطعهم هوريه لكم ان شاء الله. هنا حبيبي بعد ما قلبناهم اللي تحت فوق واللي فوق تحت اهو يغلهم، وخليك واقفين جنبه لان في كرنب مش عايز ايه يقعد في المية السخنة كتير، ده ما شاء الله من النوع ده. القطة بتنونو، عندنا قطة، عندنا قطتين مش قطة واحدة. يلا حبايبي هشيلهم من المية السخنة ونحطه في المية السقعانة ونشوف مع بعض هنعمل ايه بإذن الله. ده منظره حبايبي بعد ما احنا عبيناه في العلب، شوفهم ان شاء الله. هنا بقى بنغطيه، وهنا العنق حطيتها في كيس بلاستيك، كيس ثلاجة، وهنا ده اهو ان شاء الله حطينا عليها العلبة كده الغطا ماشي. ودي برضو
دي برضو نحط فيها الغطاء بتاعها. كده ايه نحطهم في التلاجة، ما هيصبهمش اي حاجة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير وبصحة وبسلام وبسعادة. يلا حبايبي قوموا جدعانهم، الأيام دي الكرم بكده رحمي مش غالي، يعني حلو يعني كويس، الواحدة في 30 فهي مليانة ما شاء الله. أنا جبت النهاردة 2 وسلقتهم وقطعتهم زي ما وريتهم لكم كده حبايبي، وحطيتهم في العلبة هنا وفي العلبة دي، وحطيت العنق اللي احنا هنحطها في الحلة من تحت اهي. وكده ايه جهزنا اول حاجة من تجهيزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والعالم كله بخير وبصحة وسلامة وسعادة يا رب. شوف وشكم بخير يا حبايبي، مع السلامة. هنا حبايبي انا سلقت الكرنب اهو، وطبعا ما ننساش الاخضر اخدته، وهنا الكرنب اهو انا سلقته وقطعته ايه صوابع كده، الصوابع ايه نلف ملفوفة، وساعة ما نيجي نحشي ان شاء الله نقوم ايه مفكينها من التلج ونقوم عاملينها ايه كده اهو. شوفوا ما شاء الله طول ايه، مش عارفة انتوا شايفينها ولا لا. شوفوا بنقطع بقى الورقة زي ما احنا عايزين نقطعها كده، الصابع صغنن كده، الصابع كبير زي ما احنا ايه عايزين. احنا بنحب المحشي بيكون الورقة قد دي كده، فهنا اتقطع بقى لان انا بصور بايد يا جماعة وبقطع بايد، فانا ايه مش متمكنة ان انا ايه اوريه لكم حلو. شوفوا وكده احنا سلقناه، وكده ايه اول حاجة من تجهيزات ايه رمضان. فكل سنة وانتم طيبين، والاخضر هنا برضو نقطعه زي ما احنا عايزين. وهنا دي الوزة، مين زينا بيحبوا الوزة؟ دي الوزة اهي اهي مسلوقة اهي، ما قطعتهاش، نبقى نحشيها وفي ساعة ما نيجي نحشيها مع بعض نوريها لكم. دي العنق اللي طالع من الكروم، انا مرمتهاش عشان واحنا بنحشي بنحط ده في الحلة من تحت، بعدها بقى من فوق اللي احنا عايزينه. عايزين يا حبايبي تحطوه في علب تلاجة زي دي، علب كبيرة كده ماشي، عايزين في علب زي دي برضو بس لازم يكون لها الغطا. ماشي ماشي، دي علبة تلاجة اهي، ودي برضو علبة اهي. عايزين في كيس ثلاجة ماشي، عايزين في طبق فبر ماشي، فانا هعبيهم في العلب ديت مع ان انا عندي يعني الاكياس التلاجة، انما لو في اطباق فبر يبقى مية مية. وكده ايه خلصنا ايه اول حاجة من تجهيزات رمضان. ربنا يا رب يقعد علينا وعليكم بالخير واليوم ده والسعادة والسلام يا رب. وما تنسوناش يا حبايبي باللايك والاشتراك في القناة، وشوفوا وشكم حبايبي بفيديو جديد، مع السلامة.